شكرا تكنو على السفرة، وبنحبكم كتير، وانتو قد التحدي وانتو قد الشركة، والشركة كتير عم تكبر فيكم، والله يرزقكم ويزيدكم. صباح للي عنده صباح، مساء للي عنده مساء، وتصبح على خير للنايمين. اليوم عنا تليفون سبارك 20 برو بلس، بس بدنا نقول لكم انه نحن وعم نفتحوا لهيدا التليفون عرفنا قيمته، لانه هو بالعلبه ما حدا بيعرف. تليفوني بيجي اتش، تليفوني بيجي 6.78 اموليد 120 هرتز 1000 نيتس، هذا بيجي ميديا تك هايلو جي 99 التيميت. ما فينا نقول جي 99 بلا كلمه الالتيميت، لان الالتيميت اهم من الجي 99. هذا بيجي 16 جيجا رام 256 جيجا، هذا بيجي 108 ميجا بكسل، تكرم يا محمود. هيدا التليفون بيجي 32 ميجا بكسل السيلفي، 5000 بطاريته، 33 وات شارجو، وسنه كفاله، و120 يوم على الشاشه. خليهم يزعلوا منا. التكنو يمكن عارف المحلات قد ايه بياخذوا اغراض من العلبه، كتبت لهم هون جيفت بروتكشن، يعني بقلب العلبه في كفر وبروتكشن، ما حدا يمد ايده على شيء. هذا التليفون اللي عم نحكي عنه بيجي دول سبيكر، هذا بيجي ان اف سي، هذا بيجي اتش، كثير حلو التليفون. هذا شو معه؟ هذا معه شار السياره وسماعه التكنو وهولدر للسياره وحلاقه دقن مشان تظبط دقنك وساعه الاوريجينال واتش 2. هذا التليفون حقه بس 200 و30 دولار، موجود بستار كول، وتصبح على خير للنايمين. نروح تكنو.